السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن تكونوا في خير وسلامة. أنا حاليا بحديقة الأحياء البحرية أو الأمور الحيوانات البحرية وجميع أنواعها. لما سويت هذا الفيديو فقط معلومات بسيطة عن التلوث البيئة. طبعا معكم جيجو سليمان، أنا حاطط كمامة، تعرفوا ممنوع إلا ما تعرف الكريس السانيتية وأمور الصحية مجهول الكمامة. المهم لما سويت شهادة السفن كان في قوانين البحار مو مثل السيارة، قوانين صارمة ودقيق جدا. يعني المهم في هذا الفيديو راح يكون العيش في فرنسا طبعا في 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 أمور البحرية طبعا راح نتحدث. لما كنت أنا عم أتدرب على كود تبع السفن كان في دقيق جدا عن البيئة والتلوث البيئة. فهون مثل ما أنتم شايفين حابب أفرجيكم هل القائمة يلي بيحكي عن التلوث البيئة وانتبه لما تجي على البحر. أنا كسليمان ليش عم نزل هذا الفيديو؟ المقاطعة اللي أنا فيها بحرية وأكيد أنتم شفتوا فيديو صيد السمك، وبما أنه أنا صيد سمك أو بروح على البحر كثير واستخدم السفن. المهم رح نتحدث هون القائمة التلوث، يعني مثلا شايفين بابيه دو تواليت إذا بزده مثلا أنت وعلى البحر استخدمت المحارم هاي، شايفين أقل شيء من أسبوعين إلى 4 أسابيع بتضل حتى تروح أو تنتهي. جورنال أو ورقة دفتر شيء بتزده بالبحر، شايفين 6 أسابيع. بوات كارتون بيجي من شهر إلى 5 أشهر. شايفين ليجون مثلا الكفوف أو هيك الكرتون من شهر إلى 5 أشهر. الحبل يلي بتزده أو البلاستيك أو الكبريت من 3 أشهر إلى 14 أشهر. السيجارة وانت عم تدخن على البحر مثلا من سنة إلى 3 سنوات. شايفين الحفاضة انت لما بتروح ولادك عندك بتزدوها بالبحر أو قريبة على البحر بيستخدم بياخد وقت من سنة إلى 3 سنوات. الموضوع الرسالة اللي مو هون، يعني الهدف رسالتي من هذا الفيديو هو الشبك. أنا كصياد شايفين فيلدو بيش، أنا كصياد أو جميع الصيادين، صحيح أنا ما بكذب عليكم بعض الأحيان في خيط مجبور أو أنا بحمله بزده وبحطه بالزبالة، بس في بعض الأحيان السمكة بيقطع الحبل فالخيط بيضل هنيك. شايفين أندي تيرميني تقريبا 500 سنة 400 سنة بيجي. أما الموضوع الكاسات القزاز أو العلب لما بتستخدموها شايفين أندي تيرميني، هذا بيضل يلوث البيئة 600 سنة. شايفين هاي بدون نهاية طبعا. بلاستيك القنينة المي أو بتزدها هنيك شايفين 400 إلى 450 سنة. أنا بحكي هذا الشيء رسالتي لجميع الأشخاص ومنهم أولهم أنا، أي شيء استخدمته على البحر لا تزده، لأنه إذا بتزده اليوم بعد 500-600 سنة رح تلاقيه مكانها ما تغيرت ولا راحت ولا أي شيء. تلوث البيئة تلوث البحار بيكون بالنسبة بالنسبة للدول الأوروبية، يعني بجميع الدول العالم تهديد كبير بيهدد البيئة وبيهدد الأسماك. شايفين أنا كذا مرة صدت سمكة كمان الإبرة كان جواتها بتمها إبرتين، أو بعض الأحيان السمكة اللي كنت عم صيدها مثلا في خيط حواليها. هيك حبيت أوصل فكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أنت أول مرة تشاهد الفيديو لا تنسى الاشتراك ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم.